السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع حقيقة الأمراض. في هذه الحلقة نتكلم عن تضخم البروستاتا، لا نتكلم عن سرطان البروستاتا، لأن السرطان تكلمنا عنه في 4 حلقات وليس لدينا ما نضيف على ما يعني قدمناه للناس، ولا زال الناس يبحثون عن شيء جاهز يتعالجون به. أنا قلت لا يوجد. الأشياء التي تعالج هي الأشياء التي يعيش عليها الناس ويجب أن يعلموا كيف يتعاملون معها فقط. أما الناس ينتظرون عشبة تأتي من بلد ما ثم تعالج يأكل ويعالج السرطان، هذا ما يريده الناس مع الأسف الشديد. مع الأسف الشديد كثير من الناس ميالين للشعوذة ويريدون الشعوذة ويريدون أن نكذب عليهم. مع الأسف يعني أصبنا بإحباط لأننا سجلنا 4 حلقات عن السرطان، ومع ذلك لازال الناس يسألون عن سرطان اللانفوميا وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة، ولازال الناس يسألون يعني وكأنهم ينتظرون أننا سنعطيهم شيء يعني خلطة عجيبة سرية، يدقون الحلتيتة مع الماء يشربونها مع الصباح ثم يعالجون من السرطان. هذا غير موجود وهذا غير صحيح وهذا كذب على الناس وهراء. فعليين لقد يعني بينا للناس حقيقة المرض وبينا أشياء التي ممكن أن تساعدهم وهي أشياء بسيطة، لكن وكأن الناس لم يصدقوا هذه الأشياء التي قلنا، وكأنهم لم يصدقوا. الناس يقولوا أو سأتعالج من السرطان هكذا. نعم هناك حالات تعالجت من السرطان، يعني والناس يقرؤون أن شخص في بريطانيا أو في 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 في, في إفريقيا أو في أمريكا عالج السرطان وتعالج منه وشفي تماما. نعم لأنه لم يعالج شخص آخر، لأنه عالج نفسه هو، أنه هو الذي كان يطهي وهو الذي كان يقوم بتحضير العصير وهو الذي كان يقوم للمطبخ وكان يجوع ويعمل رياضة وهو الذي كان يشتري الأشياء وعالج نفسه، هو الذي عالج نفسه وليس شخص آخر يعني حضر له خلطة أو أعطاه خلطة. الناس يجب أن يفهموا هذه الأشياء. نعم هناك حالات تعالجت ولكن أشخاص هم الذين عالجوا أنفسهم، فلا يمكن يعني أن ننتظر شخص آخر يأتينا بهذه الأشياء ثم يعالج هذا الشخص. لا، يجب أن يقوم الشخص هو نفسه بعلاج المرض. فهناك كثير من اليوم نتكلم في حلقة خاصة بالرجال وهي بروستات، يعني هذا انتفاخ تضخم بروستاتا. وتضخم بروستاتا الآن أصبح سبحان الله أصبح عند الطبقات التي تستهلك لحوم بكثرة والطبقات التي تقوم بمراقبة جسمها والطبقات لا تريد أن تصاب بالمرض. ليس هناك شخص يحب المرض، طبعا كل الناس يتمنون أن لا يصابوا بالمرض، لكن هناك أشخاص يراقبون هذه البروستاتا سنويا أو كل 6 أشهر ولا يراقبون شيء في الجسم إلا هذه البروستاتا هذه. ويعني شيء غريب جدا ومضحك، لان هاد البروستاتا هذه هي يعني من ابسط ما يكون. اذا كان الناس يعلمون حقيقه المرض وهي يعني من اصعب ما يكون، اذا بقي الناس على نمط عيشهم الى حدوث السرطان ثم يبداوا يسالوا عن ماذا يفعلون، يجب أن يطرح السؤال قبل أن يصل إلى السرطان. أما إذا وصل إلى السرطان فلقد أصبح يعني داخل النظام الطبي، يعني داخل النطاق الطبي، يعني لا يسأل أو لا يسأل. هناك أشياء ربما تتعارض مع العلاج وأشياء ربما لا يقبلها الأطباء. فهذه البروستات بينين بروستات هيبرتروفيا كتسمى هذه البينين، يعني هذه عادية، يعني انتفاخ بروستاتا عادي. نعم عادي، ولكن إذا بقيت البروستاتا منتفخة وهذا الهرمون PSA ارتفع لمدة 1 و2 و3 و4 و5 سيتحول إلى سرطان. وفي كثير من الحالات لا يعطي سرطان البروستاتا نفسها ولكن يعطي سرطان العظام قبل سرطان البروستاتا. لماذا؟ لأن الخلية الأم يعني التي يعني بدأ بها السرطان لا تكون في البروستاتا، تكون في عضو آخر، ولذلك فهي تظهر سرطان في عضو آخر قبل البروستاتا ولو أنها منتفخة. يجب أن يحضر الناس هذه الأشياء. فغالبا تكون هذه تضخم بروستاتا من قبل، طبعا ليس الآن. الآن هناك من عنده تضخم بروستاتا على عمر 30 سنة، ولكن من قبل كان تضخم بروستاتا يكون عادي جدا عند الأشخاص الذين فاتوا يعني تعدوا 70 سنة. يعني طبعا 70 سنة و80 و90 هذه من الأعراض الشيخوخة، لا بد من أورام في هذه الأعمار، لا بد من زوائد، لا بد من
حصى في المرارة لا بد من يعني سكري نوع ثاني، بروستاتا منفوخة، أشياء لا بد منها. يعني هذه أشياء يعني 80 سنة طبعا هذه أشياء كانت، لكن الآن أن البروستاتا تتضخم على 35 سنة أو 40 سنة هذا شيء مثير للسؤال. فلماذا؟ لأن نمط العيش الآن على الأقل الناس من قبل كانوا يتحركون وكانوا يعملون بجهد وكانوا يحرقون هذه الطاقة، كانوا يحرقون هذه الشحوم التي يستهلكونها. فمع الأسف الآن مع الرفاهية الآن الناس لا يتحركون، لا يعملون رياضة ولا يتحركون، وطبعا يستهلكون شحوم بكثرة، وبعد ليس شحوم يعني الشحوم والكافيين هي العلي الساتوريتد فات، هو هذه الشحوم المشبعة مع الكافيين، استهلاك القهوة والمشروبات الغازية الأشياء اللي فيها الكافيين، وكذلك يعني هذا الكحول ومع مشتقات الحليب طبعا، لان يعني عليه المواد الحيوانيه يعني اللحوم والحليب، اذا زدنا عليه الكافيين وزدنا التدخين الاشياء طبعا هذه يعني، وكذلك التوابل يعني البهارات، وليس التوابل البهارات يعني سبايسي فودز هذو اللي يعني فيهم الابزار وفيهم اشياء هكذا. فيعني هذه البهارات مع الكافيين مع التدخين مع الكحول مع الشحوم، فيعني كان هناك مراقبة مستمرة سنويا في هذه البلدان التي تفوتنا عليه فيتنا باستهلاك الكحول. طبعا نحن في بلداننا لا نستهلك كحول، وإلا الأشخاص يعني نسأل الله أن يتوب عن الجميع لأنه يعني هو التواب الرحيم. هناك يعني حتى في بلداننا كاين الناس يستهلكون يعني خمور مع الأسف الشديد، وهذه الكحول مع التدخين مع الكافيين هو الاستهلاك اليومي الآن للناس، يعني ثم سبايسي فود زادوا يعني البهارات يعني التوابل، ثم الدسم الشحوم الحيوانية اللي موجودة في الحليب وموجودة في يعني في اللحوم. هذو هما أسباب يعني تضخم البروستاتا. فالذين يحسون بأن البروستاتا لما يعني كتضخم تبدا الشخص يخرج مرتين وثلاثه في الليل، ويقدر يخرج 9 مرات في الليل، وهناك اشخاص يذهبون الى المرحاض ولا شيء، ويحس بالم ويحس بانزعاج ويعني لا ينام جيد. هذه لماذا؟ لان لما تنتفخ تضغط على المتانه، او لما تضغط على المتانه فحجم المتانه يضيق، ثم لا يتجمع البول، شرف الله وقدر المشاهد الكريم، لا يتجمع البول بكميه كبيره يعني روتين، يعني ما كيبقاش ديك المتانه تشد هذاك يعني الكميه البول لمده 12 ساعه، لان هناك من لا يتبول لمده 12 ساعه يعني عنده متانه جيده وسوائل مضبوطه ما عندوش، ليس هناك مشكل. فمع الاسف هذو اللي عندهم تضخم بروستاتا كيبقاو يخرجوا في الليل، ثم يعني يريدون دواء علين كياخذوا هرمون، المهم كياخذوا هرمون وليس دواء، هما يريدون دواء يشربونه يعني كي يعني هذه البروستاتا تعود الى حجمها، ويبقوا على نمط عيشهم، يبقوا مع الشحوم ومع المشروبات الغازيه والقهوه، ويبقوا مع السبايسي فودز، يبقوا مع يعني هذه الاشياء هذه الكافيين الى اخره، ثم يريدون دواء. انا اقول دائما بان يعني غايه هذا البرنامج هو محاربه هذا الفكر هذا السلوك، نحن نريد أن نحارب هذا السلوك. أنا أبقى على نمط عيشي وأريد شيء أكله وأشفى. مضى زمن هذا، هذا كان لما كانت الملاريا وكانت الطايفويد حمى الطايفويد، ولما كانت يعني هذه الفاريول الجدري كانت أمراض جرثومية يعني هذه ديزانتيريا والأشياء هذه، كان الشخص يعني أنا ذاك كانت الأكل جيد، كان نمط العيش جيد، كان يأخذ شخص دواء لمدة أسبوع انتيبايوتيك لمدة أسبوع يشفى جيد يعني. ولكن الآن يعني يجب أن يتغير هذا السلوك، نحن نريد أن ننزع هذا الفكر هذا السلوك من المجتمع، هذا سلوك خاطئ. يعني هذا الشخص يأخذ مسببات تضخم البروستاتا ويريد شيء يعني لا يكون لديه تضخم البروستاتا، وهذا التناقض الذي يعيش فيه الأشخاص الذين الآن عندهم 60 سنة مع 50 وفوق 50 فما فوق، وكاين أشياء مع الأشخاص اللي عندهم دخل مرتفع هما اللي عندهم بروستاتا مع الأسف. لماذا؟ لأنهم هم الذين يستهلكون اللحوم يوميا. فكان لمشينا مثلا المناطق النائية للأشخاص يتحركون يحرقون هذه الشحمة، هذه كتلقى يعني أشخاص عندهم 90 سنة ليس لديهم تضخم بروستاتا، ولكن عندنا في المدن وفي المجتمعات هذه الناس لا يتحركون، ثم أشخاص اللي عندهم دخل جيد فيأكلون اللحوم، لأن المجتمع الآن يعيش على اللحوم، هو لما تسحب اللحوم الشخص يعني أنه يصاب بصدمة أنه ماذا سيأكل. وهذا هو السلوك الذي نريد الآن أن نغيره لدى الناس. فتضخم البروستاتا
إذا امتنع الشخص عن الخمس مسببات التي تكلمت عنها تماماً، يتمتنع عنها تماماً، لأن في يعني إذا ذهبت إلى الدول الأمريكية والدول الأوروبية لا يمكن ومن المستحيل أن يقول لك الطبيب امتنع عن اللحوم، من المستحيل المستحيلات. دائماً يتكلم يعني كما نقول بشوية، يتكلم معك يجب أن تخفض اللحوم. هذه لغة الخشب عندنا في علم الأغذية، هذه إما أن تتوقف عن تناول اللحوم وإما أن تتناول اللحوم، ليس هناك بينهما حل. هذا مريض، هذا شخص عنده تضخم بروستاتا، يجب أن يتوقف عن استهلاك جميع أنواع اللحوم، الدجاج والديك الرومي والغنم والبقر والقنية، هذه الأرانب وكل شيء والصيد، جميع أنواع الحيوان، ممنوع الحليب، ممنوع اللحوم. يستهلك أي شيء، يستهلك سمك، يستهلك بقوليات، حبوب، يستهلك الخضر، فواكه، جوز، لوز، زيت زيتون، كل شيء، يستهلك كل شيء. الامتناع عن جميع المواد الحيوانية، الحليب واللحوم، بما في ذلك الدواجن. لأن يعني هناك من نصحهم الأطباء بأن يتناولوا لحم صدر الديك الرومي، الدجاج والديك الرومي والغنم والبقر والماعز والحجل والقنية والديك الحبش، وكل اللحوم ممنوعة، والحليب والأجبان والمشتقات طبعا، هذه منها الكريمة من القشطة، منها حتى الحليب في القهوة إلى آخره. الامتناع عن القهوة، عن الكافيين والمشروبات الغازية، الامتناع عن البهارات، الامتناع عن التدخين والكحول، هذا هو علاج تضخم البروستاتا. وهناك أشخاص كانوا يخرجون يعني 6 مرات و7 مرات في الليل، لما توقفوا عن اللحوم أصبحوا يعيشون بسلام. والبي اس اي علي، هذه البي اس اي لما ترتفع عن 5 يعني تفوق يعني تمشي 10 و15 و20 و25، هذه البي اس اي الأطباء يقولون بأنه ليس مؤشر يعني قوي، ليس مؤشر قوي، لكنه يعطي فكرة. طبعا ما يعني ترتفع البي اس اي علم أن البروستاتا يعني أن وظيفة البروستاتا ليست على أحسن ما يرام، هناك شيء ما يعني سيقع، فهو مؤشر ليس قوي ولكنه مؤشر ويعطي فكرة طبعا. وهذا يعني هذا البنين، هذه الهايبرتروفي، هذه البروستات، هذه في البروستاتا الآن وقع عند نسبة عالية جدا من الرجال، وهناك من أعطاه الطبيب هرمونات لكي يخفض البي اس اي، ونعالج ارتفاع الهرمون بالهرمون، ويعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأمر بسيط جدا، بسيط جدا، 3 أشياء. والبروستات يعني انتفاخ البروستات لا يكون، ولا يكون من بعده إن شاء الله سرطان البروستات. وبدون يعني أن يعيش الناس في رعب، وبدون أن يذهب إلى فرنسا وألمانيا وكندا لكي يقوم بتحليله وبيعني تشخيص طبي، لأن هناك معدات، ولأن لا داعي لهذه، أن يتوقف عن استهلاك المواد الحيوانية، يعني الشحوم الدسمة والكوليسترول، يعني الشحوم المشبعة، يعني عن الشحوم الحيوانية والكوليسترول، أن يتوقف عن الكافيين، يعني القهوة والمشروبات الغازية، المواد المصنعة إذا أمكن، لأن كثير من المواد المصنعة فيها الكافيين وليس المشروبات الغازية فقط. أن يمتنع عن التدخين وعن الكحول. أن يتحرك، أن يعمل رياضة حتى يتعرق، يعني أن يتحرك جيدا. وأن يجوع، نحن أصبحنا نستحي من الناس لا نقول صوم علي إلى صام، لأن هناك من يصوم ويأكل في الليل 5 أضعاف. أن يجوع هذا الشخص، يعني أن ينقص من كمية الكالوريات، يعني أن ينقص من كمية الأكل. أن يجوع هذا الشخص، أن يجوع لماذا؟ لأن لا يمكن أن يكون شخص يعني سمين، أن يكون شخص عنده وزن زائد ولا يكون لديه مشكل في المرارة وفي الكلية وفي البروستاتا. لا يمكن أن يكون شخص سمين وليس لديه أعراض في هذه الأعراض. لأن لماذا؟ لأن السمنة، إذا كان الجسم يعني سمين، إذا كان الجسم عنده وزن زائد، فلا بد أن يكون هناك ارتفاع ضغط، ارتفاع كوليسترول، حصى في المرارة، حصى في المتانة، ويكون عنده انتفاخ بروستاتا. هذه أشياء تمشي مع السمنة، سكري النوع الأول ولا النوع الثاني، هذه طبعا تكون. ثم من الجهة الأخرى، إذا كان هذا الشخص سمين طبعا سيكون عنده الكارديو فاسكولار، غادي يكون عنده أمراض القلب والشرايين، وغادي يكون عنده حتى الديبريشن، غادي يكون عنده قلق، غادي يكون عنده أشياء أخرى. ثم هذه المسألة اللي تكلمنا عليها، 3 عناصر هما الأدوية، 3 عناصر هما الدواء لهذه الانتفاخ البروستاتا، هو الامتناع، يعني قطع جميع المواد الحيوانية، الحركة، الجوع. 3 أشياء، يعني إن شاء الله البروستاتا تعود لمكانها،
وهذه الأشياء تتطلب وقت، لكن 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 ثلاث مرات إذا رجعت إلى مكانها فيجب أن لا يعود الشخص إلى اللحوم. وهناك من يقول يعني شيء بسيط وسأنقص من اللحوم، ليس هناك أن تنقص من اللحوم، صفر لحم، زيرو ميتس، زيرو دايري برادكس، يعني لا شيء، حتى الخضر مطهية مع اللحوم لا. يجب أن يتناول الشخص نظام نباتي فيه سمك، مشينا ليس نباتي عليا، سمك أحسن من اللحوم بكثير. السمك مع النظام النباتي مع زيت الزيتون مع اللوز مع الجوز مع الفواكه الجافة الفواكه الطرية مع الخضر مع الحبوب مع البقوليات مع شيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا يمكن أن لا يجد الشخص ما يأكل. ولكن مع مشكل هذا سلوك اللحوم، يعني سلوك اللحوم يعني طغى على الناس وأصبح إذا أكل اللحم فقد تغدى، وأن هناك نقصان في المضادات الأكسدة الحاصل في هذه المجتمعات والنقصان في الألياف الغذائية، عندنا constipation، عندنا مشكل على مستوى القولون، وعندنا مشكل على مستوى الهرمونات عند النساء، وعندنا مشكل على مستوى العظام، يعني مع الأسف الشديد، لأن المضادات الأكسدة والألياف هي التي تنقص في النظام الآن وليس بروتينات. وهناك من لا زال يتكلم عن السعرات الحرارية، وعن يعني العلوم ديال 1951، يعني ليس عصر السعرات الحرارية وليس عصر الكالوريات، نحن في عصر يعني كارثة ديال نقصان الفيتامين دي، وكارثة نقصان حمض الفوليك، وكارثة نقصان الألياف الغذائية، وكارثة نقصان يعني خصاص مش نقصان لاك اوف هذه المضادات الأكسدة، ان الفيتوستروجينات المضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامين دي وباء 9، هذه الأشياء التي تنقص في النظام الحديد، وهذه الأشياء التي أدت إلى كثير من الأمراض، أو إذا لم أقول إلى جل الأمراض. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.